السلام عليكم. انا اسمي احمد بوعبيريق ندي زياده وخلوق في مدينه مراكش. في عمري اكثر من 40 من 70 سنه، اكثر من 70 سنه مقاول تنساو هادشي ديال المعارض الصناعات التقليديه. وعندي واحد الكونطابل زور لي الكاشني ديالي، زور لي سينياتور، وزور لي لانتيت، وبدا تيبيع الفاكتورات. وهاد الفاكتورات فيهم واحد الماتريال ما تنعرف ليش، وما عمرني شفته وما عمرني عرفته. وهذاك الماتريال ما انا بعدا امي ما قاريش وشيباني ما تنقراش لهادشي وما تنعرف ليه. دابا الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. اللي شاف هادشي من جمعيه حقوق الانسان من عند السي محمد السي عبد النبوي، الا شاف هادشي يشوف من حالي. هاد الناس ظلموني، انا مظلوم، انا مظلوم، انا مظلوم. عاش الملك، الله يجازيكم بخير. هاد الناس تعداو عليا عصابه، وباش ما ندي باش ما لقينا حنا المغرب ديالنا ولا زين وكل شيء بخير وعلى خير. هو المديريه ديال الضرائب صيفطات لي الفاكتورات، مديريه ديال الضرائب صيفطات لي الفاكتورات بانه ما تنبيع الفاكتورات. انا ما تنبيعش، ما تنبيعش. وهاد الفاكتور هذا داكشي اللي فيهم ما تنعرف ليش. وهادوك المبالغ ما دخلوش عندي، وما عمرني تصرفت في هادشي. ونجيب لي رولوفي ديال البنكة ديالي طول عمري، ما عمرني تصرفت في هادشي وما عمرني عرفت هادشي. الله يجازيكم بخير. شوفوا فيا لي وجهي، لا هاد الناس تعداو عليا وظلموني. هاد الناس تعداو عليا وظلموني. واللي شاف هادشي حن فيا يا جمعية حقوق الإنسان، يا مجلس المنافسة، يا السي محمد السي عبد النبوي. إلا شفتي هادشي الله يجازيك بخير. شوف لي وجه الله، شوف يا لي وجه الله. هاد العصابة راه خصها تنحى. ما أجمع عيط ليا من اللي بغى يعطيوني الفلوس، أنا ما شديت فلوس. عيط ليا من اللي بغى يعطيوني الفلوس باش نمشي نخلص لهاديك الشكاية الأولى. ما عمرني ندي هذيك الساعه اللي عييت، مشيت عند المديريه الضرائب قالت لي لا تخلصها، تخلص الاولى غادي تركب عليك هذا الشيء كامل. المونتو وحده فيها 128 مليون، وحده فيها 480 مليون، الاخرى راه جايه. ولي زاجيو ديال داك الشيء ما عرفت شحال وصل، لي زاجيو شحال من عام هذا وشحال وصل هذاك الشيء. فيها 2014 2015 2016 2017. هادشي راه ما عرفت شحال وصل، ياك ما فايت كاع المليار باللي زاجيون ديالو. الله يجازيكم بخير. الغالب الله، العشاء الله والغداء الله، الا ما شوفوا فيا لوجه الله تعالى. انا راه مظلوم، والله حرم الظلم على نفسه وحرمه ما بين العباد. والسلام عليكم.